أنتم الآن في حلقة جديدة من بيت للكل. أهلا بكل مشاهدينا في الوطن العربي. حلقة اليوم تحديدا لها تفاصيل خاصة تخص كل بيت عربي. الحقيقة الحلقة دي هتلاقوا نفسكم عايشين فيها تفاصيل كتيرة جدا، تفاصيل يومية، كل دقيقة، كل ساعة، كل ساعتين، ربما كل ثواني، إنها السوشيال ميديا. أكيد يا شافتي مشاهدينا، موضوع اليوم موضوع مهم جدا، يدخل في كل بيت، موجود في كل غرفة، موجود في كل يد، ينتقل مع الإنسان من مكان إلى آخر. السوشيال ميديا هذا العالم الافتراضي الكبير المفتوح على مصراعيه بلا رقيب بلا قيود وبلا حدود. تعرف يا أحمد، فعلا بلا حدود، لأنه بلش يلغي أشخاص كثير من حياتنا، وبلش يدخل بين الفكرة والقلب والتصرف والشخصية. يعني اليوم أنا لما بدي أفتح على الإنترنت بدي أعرف كيف أتصرف في موقف، في مقابلة، في حركة، في بسمة، في لغة جسد، بدي أعرف كيف بدي أفهم الأشخاص من حولي، بدي رأي بمشكلة معينة، بحالة معينة، بلجأ لجوجل. بطلت أروح أستشير صاحباتي، بطلت أروح أستشير أهلي، بطلنا نعمل هاي الجلسات الدافئة. هيك الواقع الجديد اللي فرضه علينا الإنترنت للأسف شافته. تعرفوا السوشيال ميديا صار كمان مكان للأخبار المزيفة والأخبار الكاذبة والإشاعات، أصبحت بدل مواقع تواصل اجتماعي أصبحت مواقع تناحر اجتماعي. أصبح هناك اغتيال للشخصية بشكل كتير كبير، أصبح هناك معلومات ممكن تهدم بيت، ممكن تغير رؤية شاب أو صبية. عشان هيك لازم يكون عندنا وعي وإحنا موجودين على السوشيال ميديا. وشفنا هناك العديد من الأشخاص اللي تأثروا بفكرة كانت موجودة على السوشيال ميديا ودمرت حياتهم. ما بننسى أيضا الأفكار، التطرف والإرهاب. كلام ده مظبوط تماما يا كاتي. عارفين أكتر حاجة وإحنا بنتكلم عن الحلقة دي أحمد، معلش يعني احنا ثلاثة مع بعض بس انت منورنا ورا صبايا جميلات مع شاب، لكن السوشيال ميديا يجمعنا. السوشيال ميديا يجمعنا. واحنا بنتكلم قد ايه بتبقي قلقانة من كمية الدخول التفاصيل في حياتك، حتى لو انت ما بقيتيش متفاعلة، بس يعني ايه، زمان كنا بنخبط على بيوت بعض نستأذن، دلوقتي حتى الاستئذان ده ما بقاش موجود. انا عايزة اقول لمشاهدينا الارقام اللي احنا حضرناها سوا مع بعض. خليني أقول لحضراتكم وإحنا بنحضر، يعني كاثي وياسمين وأحمد، وإحنا بنحضر، اسمعوا معنا الأرقام دي بتقول إيه. بتقول إنه منصات التسويق الإلكتروني خلال سنة 2020 استخدم هذا الموقع 3,500,000,000 شخص. متخيلين عدد الناس اللي استخدمته؟ ومنهم بس في وطننا العربي 136,000,000. رقم صحيح، يعني ارقام مرعبه. طب مين اللي بيشتغل؟ يعني الناس فين؟ الحياه اللي بتدور فين؟ نفس الارقام يا شافكي مشاهدينا، اريد اوضح اكثر في لغه الارقام الصعبه التصديق الغريبه والعجيبه، انه رقم مرعب اخر من الوطن العربي. حسب اخر الاحصائيات انه 60% من مستخدمي انستغرام واكثر من 50% من مستخدمي فيسبوك يعتمدون على التسوق الإلكتروني. هذا تسبب في صعود مشاريع معينة أصحابها لا يمتلكون لا مكتب ولا شركة أو حتى محل. هذه الأرقام هي أرقام وإحصائيات وصلت إلينا، بطبيعة الحال تعبر عن واقع حقيقي بأرقام صعبة، قد تكون إيجابية قد تكون سلبية، لكن بالنتيجة هي أرقام وتؤشر على ناحية وموضوع مهم مهم جدا جدا في المجتمع العربي. وكمان أحمد وشافتي وكاتي، أنا اليوم بجوز هاي الأرقام هي أكثر ما يثير قلقي، إذا لازم نحكي بهاي الطريقة، إنه أثبتت الإحصائيات أن 86% من النساء و 70% من الشباب بفضلوا البحث عن مؤثرين بيعتمدوا على آرائهم في شراء المنتجات. وهي نقطة مهمة كتير. أنا اليوم المؤثر عبر السوشيال ميديا هو أكثر شخص عنده متابعين، أكثر شخص عنده لايكات، أكثر شخص عم بيكون عنده يعني بيرتادوا وسائل التواصل الاجتماعي ويرتادوا صفحاتهم، وهي مشكلة كبيرة. كيف بنصنف الناس؟ من يحدد مين مؤثر ومين لا؟ أنا اليوم كيف بدي أثق على بيتي، على أسرتي، على
حتى الأفكار اللي إحنا بنتناولها، ومن هم هؤلاء المؤثرين؟ الناس بتفكر إنه إذا المؤثر سين عرض هذا المنتج فهو مقتنع فيه 100%، أو هذا المنتج تحديداً هو منتج دور عليه ولقى. إحنا لازم نكون على دراية ومعرفة كبيرة إنه ما يعرض إلك من الانفلونسر أو المشاهير على السوشيال ميديا بيكون مدفوع في بعض الأحيان، فبدنا نعرف مين الشخص اللي نتابعه، ونعرف هل بالفعل هذا المنتج صحيح بفيدني. كمان في بعض الأشخاص صاروا يشتروا هذا المنتج هم ما بدهم إياه، بس لأنه والله المؤثر سين أو المشهور صاد عم بيستخدمه، فأنا بالتالي بدي أستخدمه، وهذا كمان أثر على ميزانية بعض العائلات. صحيح. وصار هناك العديد من المقارنات بين أيضاً الأشخاص، شوف فلان راح، فلانة راحت هون، أنا مش قادر أروح، وصار هناك أيضاً مشكلات بين عائلاتنا. وأنا هذا الإشي ما بيأثر على مجتمع بعينه، إحنا بنحكي على المجتمعات العربية والعالم بشكل كبير. حقيقي موضوع كبير زي ما كافي قالت، وزي ما ياسمين وأحمد زي ما قلتوا، الموضوع بقى كبير قوي. وكمان المؤثرين دول بقى لهم أعمار، يعني في مؤثرين للسن الصغير، فتلاقي السن الصغير يقولك إيه حجيب كذا، أصلية قالتلي كذا، ويثقوا ثقة عمياء فيهم. المشكلة إن كل حد يقولك إيه أصلي استعملته، فمدام سين المشهور أو صاد المشهور استعمله إذن المنتج ذكي. فهل في رقابة على المنتجات بطريقة دي؟ هل في رقابة زي ما ياسمين قالت على المؤثرين؟ الشهرة اللي بقت تطلع زي نجوم كده من ورق، وبعدين يقول لك ايه انت عارف انا عدد المتابعين عندي كام، ما هي في هوس بعدد المتابعين. الموضوع كبير قوي، فاحنا قررنا في بيت للكل ان احنا بما ان احنا بنجتمع هنا في القاهرة وبنروح كمان دولنا العربية، فلازم معاكم نفكر مع بعض ونتناقش، ويكون معانا كمان خبير في امن المعلومات. الضيف هينورنا بعد التقرير، لكن المهم ان احنا هنبدأ من العراق يا أحمد، من عندك هنبدأ من العراق ونشوف من هم المؤثرين على السوشيال ميديا في العراق. نروح للعراق ونبدأ معكم أولى تقاريرنا في بيت للكل. صار الفيسبوك موقع مسرح يتناول جميع القضايا الحياتية في العراق. جاءت كورونا وما قبلها من تضييقات، لكن هذه الفسحة أصبحت زاوية يطل منها المواطن العراقي على العالم، عالمه الذي صار ممزوجاً بأدوات طالما أطلق عليها عوالم افتراضية. وهكذا برزت شخصية عراقية في واقع السوشيال ميديا كذلك، وصارت تتفاعل مع جمهورها ومحبها وتتبادل معهم التواصل هناك. الشخصيات الرياضية بالطبع برزت في فيسبوك، وصار بمجرد نقرة يمكن متابعة نشأة أكرم أو الهداف يونس محمود أو حارس مرمى فريق كرة قدم بلاد وادي الرافدين نور صبري، ومثله شخصيات الفن بين أكاديميين وفنانين. وهنا للنساء حظ وحظوة أكبر، ففي هذا الفضاء الأزرق راحت هند كامل وآلاء حسين وآسيا كمال يتواصلن مع جمهورهن، بالإضافة إلى فنانين كثر يبرزون في فيسبوك ويساهمون في صناعة واقع اجتماعي معاصر أفضل. ما هو هاي مسالفة على طفولتي؟ سوات سيارتي؟ مو كلش هو هاي مسالفة. أي صح. زين ليش أولاً؟ والله يمكن ما صارت فرصة. هسا هاي الفرصة. هسا جت الفرصة. علاء الطفلة. علاء الطفلة يعني زينة، حركة زين. تحب عندها نشاط، لكن تعرف أوبشنات الطفولة يمكن بأجيالنا مو هواية. وبعد أن شاعت الفوضى بادئة ببدء في هذا العالم الجديد، صار ممكنا لاحقا إنشاء أشبه ما يكون بمنصة حوار عبره، وإن بشكل مفترض. من بغداد لبرنامج بيت للكل، صبر كاظم. مشاهدينا، وإحنا في هذه الحلقة نتحدث عن موضوع خطير ومهم جدا، هو تكنولوجيا بجانب المعلومات والتواصل الاجتماعي، خصوصاً أن التكنولوجيا دخلت في كل بيت، في كل غرفة، موجودة في أيدينا عبر هواتفنا التي نتنقل بها في كل مكان.
يسعدني بداية أن أرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور محمد حمزة، دكتوراه قانون ومحاضر في جرائم أمن المعلومات. مرحبا بك دكتور في هذه الحلقة من برنامج بيت للكل. بداية دكتور، يعني مصطلحات عوالم وجوانب كثيرة وتتجدد وتكبر بسرعة، والمجتمع يعني يحاول أن يلحق عجلة التكنولوجيا في مجال السوشيال ميديا لكن لا يستطيع. هذا الموضوع يثير القلق على مستويات متعددة. إذا كنت حضرتك تشاطر الآخرين هذا القلق، فكيف نحمي أنفسنا؟ كيف نحمي أنفسنا؟ الأول برحب بحضراتكم في جمهورية مصر العربية، برحب بأستاذتنا الإعلامية اللي وحشتنا من كتير، وبرحب بحضرتك وبالسادة المشاهدين. فكرة التكنولوجي هي سلاح ذو حدين. إذا كنا مش هنستخدم التكنولوجيا بشكل سليم، فإحنا أول حد هيتأذي هو أنفسنا، وبالذات إن أكبر شريحة بتستخدم التكنولوجيا في العالم العربي أو في العالم ككل هي شريحة الشباب والمراهقين، وده سن البناء. فلو ما كانوش يستخدموا التكنولوجيا بشكل إنتاجي ومش فقط مستهلكين ليها، فده هيأثر عليهم بشكل سلبي فيما بعد، سواء كانت بقى في اختراقات الخصوصية أو إفصاح عن كل المعلومات السرية لدينا أو حياتنا الشخصية على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفرط يتيح للآخرين أن يروا كل ما نقوم به أو بفعله من أول ما بنصحى من النوم لغاية ما بننام بالليل على مواقع التواصل الاجتماعي. وده كانت من أكبر المشاكل أو الخطورة اللي تكمن في أن الناس تقدر تراقبنا أو تعرف عنا كل شيء، ويكون لها مدخل معين لو كان لها غرض معين تخش لنا به. أكيد يعني اليوم هذا الموضوع زاد أكثر مع تليفونات الأندرويد وكل هاي الاستخدامات اللي عم نستخدمها بشكل يومي. وكمان زي ما كنا نتحدث قبل شوي، فكرة إنه أنا مجرد ما عم بكتب إشي على وسائل التواصل الاجتماعي هو طول الوقت عم بطلع لي، فهذا جزء من اختراق الخصوصية وجزء من الكشف عن المعلومات الخاصة فيي حتى لو أنا ما عم بنشرها. مجرد ما أنا عم بفكر فيها، مجرد ما أنا عم بتداولها، فهي موجودة. هذا بخلينا نخاف ونشعر أنه طول الوقت في سرقة، حتى لو معلومات بسيطة عنك، عن شو بتعمل، عن إيش بتفكر، شو بتحب، شو بتكره. مظبوط. هي فكرة المعلومات في القرن 21 هي بترول القرن 21، لأن المعلومات دلوقتي بالنسبة للشركات التجارية أو الشركات التي تعمل في المنتجات أو السلع هي بالنسبة لهم أكبر قيمة دلوقتي، يعني بناء عليها بيبدأ يشتغل على توجهاتك أو على حسب احتياجاتك. احنا بنلاحظ دلوقتي ان اي حد بيعمل سيرش على جوجل مثلا، بيتكلم عن موضوع معين او يبحث عن شيء معين، او حتى لو على الشات مع من وسائل الاتصال او وسائل التواصل عبر المراسلات، او انا بسأل عن حاجة معينة او منتج معين، افوجئ ان الموجود المنتج ده اعلان عنه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي انا بستخدمها اكتر. وده لان في ترابط ما بين مواقع التواصل الاجتماعي وبعضها، في حاجه اسمها بروسيسنج للبيانات او معالجه للبيانات، في حاجه اسمها البصمه الالكترونيه لكل واحد فينا بيستخدمها ازاي، على حسب الصفحات اللي انا بعمل عليها لايك، على حسب الكومنتس اللي انا بكتبها على بيجز او اعلانات معينه، بيتعرف انا توجهاتي فين، وبيتعرف انا ايه الشيء او ايه السلعه او ايه الخدمه اللي انا مهتم بيها. بناء عليه بيتم تجميع الداتا دي وتحليلها، ومن خلالها بيبدا يستهدفني كمستهلك او مستخدم للسلعه او للمنتج. يعني من يملك المعلومه يملك العالم. اكيد طبعا. خلينا نروح لموضوع المحتوى العربي بشكل عام. نحن بنشوف اليوم اذا بدنا نشتري سياره عم بروح بشوف المؤثرين ايش عم بيحكوا عنها، وبشوف رده فعلهم. اذا بدي اغير شغله ببيتي بدي اشوف شخص نزل عنها، وبعدين اخذ الفكره اذا بدي اقدر اغير هذا الشيء ام لا. المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، المحتوى اللي بيبثوه على منصات التواصل الاجتماعي، هل هي بالفعل تخدم الشباب العربي، تخدم المحتوى العربي اللي نحن بنبحث عنه، المحتوى الذي يفيد؟ يعني انت حكيت انه مواقع التواصل الاجتماعي سيف ذو حدين، ممكن يخدمك وممكن يخرب عليك كثير اشياء بحياتك. تفضل. فكرة المحتوى، احنا لازم نبقى عارفين ان مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بصفه عامه هي نافذه تطل على العالم ككل. صحيح. وجعلت العالم كله قريه كونيه صغيره وكلنا قاعدين مع بعض دلوقتي، فما بقاش في حدود، لا حدود زمنيه ولا حدود مكانيه. ولكن تختلف ويختلف النظام العام من دوله لدوله. تمام. من دوله لدوله. في دوله ممكن تقبل شيء وممكن دوله ثانيه لا تقبل نفس هذا الايه؟ صحيح. الشيء. ممكن دوله تقبل محتوى والقيم والاخلاق عندها تتقبله، ودوله ثانيه يكون عندها المحتوى ده عادي.
في فكره احنا ايه المحتوى اللي احنا بنقدمه على الانترنت وليه المحتوى العربي ممكن يكون مش بنفس الجوده اللي موجوده في محتويات تانية كتير. هي فكره ان الشباب صغير بيتاثر فكره ان هو بيلاقي من كتر المحتويات غير الهادفه وتحقق ارباح اكتر بالنسبه للشباب دي، فهو بينساق حول هذه المعلومه او حول هذا البرنامج او حول هذا التطبيق اللي ممكن يدخله دخله وهو قاعد في بيته من غير ما يتعب ومن غير ما يحس باي حاجه، وهو المعذور. وبتختلف على مستوى الرفاهيه من دوله لدوله، هل الدوله دي مستوى معدل الرفاهيه عندها عالي، هل معدلات الفقر والبطاله عندها اكتر. فمن خلال المقاييس والمعايير دي هو بيبدا يقيس ويشوف هو هل مثلا لو قدم محتوى غير هادف مش مشكله بقى انا هستغنى عن المبادئ بتاعتي طالما هيدخل لي دخل كبير شهريا او هيدخل لي دخل كبير على حسب الفيديو اللي انا بقدمه او المحتوى اللي انا بكتبه. فكره النشر الشباب اللي بتنشر اي منشور من غير ما ترجع لصحه هذا المنشور او فين السورس اللي اكد على ان المنشور ده كلامه مظبوط او لا، دي ثقافه الشير ان انا اعمل شير. سبب مشاكل كتير لشركات ممكن اسهم طبعاً. شركات تنزل الى اقل مستوياتها وايضا هناك شركات ممكن يرتفع هناك اشخاص راح يتضرروا من هذه الاشاعات الموجوده. وهو ده بيتوقف على الاويرنس او التوعيه. لازم يكون عندك توعيه، انت لما تيجي تنشر شيء لازم تكون شايف الابعاد بتاعت الشيء اللي انت بتنشره ده هتكون مؤثره على مين ومؤثره فين في الوقت المستقبل. طيب انا في وجود حضرتك احب اعرف كده، بنسمع عن مصطلح امن المعلومات. تمام. انا كمواطن عربي امن المعلومات ده ممكن يحميني، ممكن يفيدني، ممكن يبقى يعني عايز اقول ايه، مش هينفع يبقى عين رقيب على المحتوى. جميل. ولكن هل هو ممكن يصحح اتجاه المحتوى؟ جميل. امن المعلومات او فيما يقال عنه الامن السيبراني في الفتره الاخرانيه دي معناها ان انا ازاي احمي البيانات بتاعتي من خلال استخدامي للتكنولوجيا الحديثه. زمان لما كان الواحد بيبقى قاعد في بيته وحاسس ان هو مطمن كان بيسيب الباب مفتوح، لكن لما بيحس بخوف بيقفل الباب. لو في خوف اكتر او حاجه بتاثر عليه بره باب البيت ده بيركب ترباس، لو في خوف اكتر وفي مشاكل بره بيروح مركب باب حديد، كل ده عشان يامن نفسه. هي فكره الامن اللي موجوده في الحياه التقليديه نفسها نفس الامن اللي موجود في تكنولوجيا المعلومات. ندي امثله. تمام. يعني انا بحب اقرب للناس البسطاء بالذات، يعني نقرب لهم الدنيا، فخلينا نروح بامثله. تمام. انا دلوقتي لما اكون بستخدم وسيله تكنولوجيه بتتيح ليا ان انا اتكلم مع حضرتك في خصوصيه معينه، سواء مثلا تشاتنج انا بتكلم معاكي في اسرار معينه، او هذا الحساب حساب شخصي ليا مش المفروض ان حد يشوف انا ببعت لحضرتك ايه وحضرتك بتبعتي لي ايه. لو انا مش مامن الحساب ده بشكل جيد او مش عامل له باسورد كويس او مش عامل له كل ده، مش داخل على الاعدادات بتاعتي وتم اختراق الحساب ده، ايه اللي ممكن يحصل؟ ان هو هيشوف الاسرار او يشوف الخصوصيه. طب مع الديجيتال ترانسفورميشن والتحول الرقمي، تحول الموبايل اللي في ايدي ده لايه؟ ما بقاش بس وسيله اتصال، لا ده بقى كاميرا ممكن تتفتح في اي وقت تبين شكلي، وسيله نقل معلومات، محفظه الكترونيه بشيل عليها الفلوس بستقبل عليها اموال وبرسل من عليها اموال، مذاكره ممكن اذاكر عليها وانزل كتب الكترونيه لو انا باحث، فده اسهل بكتير من ان انا اروح المكتبه. ايميل ادريس ببعت من عليه مراسلات للعمل بتاعي وبستقبل عليه مراسلات. فاصبحت ان الموبايل ده عليه كل حياتنا او كل مناحي الحياه اللي احنا بنستخدمها في اليوم. فانا لو مش مامن الموبايل ده او مش مامن المعلومات اللي عليه، ايه اللي ممكن يحصل لو تم اختراقه؟ هتتم سرقه الفلوس بتاعتي من على المحفظه، هتتم سرقه الحساب البنكي بتاعتي اللي انا موصله بالموبايل، هتتم الافصاح عن الاسرار. لو حد بيفضل يتصور سيلفي كتير زي ما احنا بنشوف في الفتره الاخيره وفي صور لا يمكن ان حد يشوفها غير صاحبها وتسربت الصور دي او اتسرقت الصور دي، ويتم عمليات ابتزاز وعمليات تهديد من ضعفاء النفوس اللي ممكن تحصل على هذه الصور، فهي كلها لازم يكون في امن معلوماتي. ده على المستوى الشخصي. لكن على المستوى بقى المؤسسي او مستوى الشركات والحكومات التي تحولت رقميا، امن المعلومات هنا من اهم الاشياء التي تم قبل الدخول في التحول الرقمي. لان لو شخص اتسرق منه معلومات غير ان شركه خاصه يتسرق منه معلومات، غير ان شركه عامه تابعه للدوله يتسرق منها معلومات. فهنا الموضوع بيزيد خطوره. فالامن المعلوماتي من اهم الدكتور الاشياء. يعني من خلال تحضيرنا لمعلومات عن هذا الموضوع، موضوع مهم جدا، انصدمنا بارقام. يعني مثلا احدى منصات التسويق الالكتروني تقول انه خلال 2020 استخدم هذا الموقع 3,500,000,000 شخص، منهم 136 مليون من الوطن العربي. ارقام مرعبه.
وأنتم تتحدثون عن جريمة أمن المعلومات واستفادة البعض من هذا الجانب في تحقيق أرباح ومكاسب بشكل يؤثر على الآخرين، وذكرت كاثي هذا الموضوع قبل شوي. كيف تتعاملوا مع هذه الأرقام؟ حضرتك تتكلم في رقم 3 مليار و500 مليون، يعني تقريبا نص العالم، نص سكان العالم بتستخدم السوشيال ميديا. نعم. انت لو شفت اكبر فئه بتستخدم السوشيال ميديا او موقع التواصل الاجتماعي او الانترنت هتلاقيها الفئه العمريه اللي هي من حوالي 18 سنه ل 29 سنه. هذا موقع واحد بالتسوق الالكتروني، يعني بهذا الرقم. مظبوط. رقم كبير جدا. ليه الموقع ده فيه الرقم الكبير ده؟ لان الموقع ده بيعتمد اعتماد كلي على عرض اعلانات منتجات لشركات بتبيع سلع او خدمه معينه، فمعدل او زياده معدل التصفح على هذا البرنامج، لان معظم الدول العربيه بيهمها المنتج وبيهمها السلعه، واكثر محركات بحث بتعملها على المواقع دي هي انها بتدور على سلعه معينه او على منتج معين، عشان كده معدل الارتفاع للمستخدمين على هذا الموقع بقت زياده. مع زياده استخدام الموبايل او الهواتف المحموله دلوقتي، الجوالات المحموله في العالم العربي، زودت من استخدام التكنولوجيا، لانها اسهل بكتير في ان انت تخش وانت قاعد بضغطه زر واحده او على التاتش. دلوقتي مفيش زراير خلاص. نعم. وفي اي مكان انت متواجد فيه طالما انت متصل بالانترنت تقدر تتواصل مع اي حد. فئات عمريه تختلف ايضا، في بصمه على الشاشه وفي حركه وفي صوره وفي فيديو. انتقل العالم من عالم واقعي الى عالم ممكن نقول في جزء منه خيالي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ننقل فيه ما شئنا، وظهر عنا نجوم على السوشيال ميديا. صحيح انه كان برضه سلاح ذو حدين، لانه كان في نجوم هم اليوم عم بكبروا اولادك، عم بثقفوا عائلتك، عم بيكون لهم تاثير وانت قاعد داخل منزلك وانت ما بتعرفهم، وكان في منهم سلبي وفي منهم ايجابي. لكن خلينا نتعرف على صانعه محتوى ايجابي من مصر، نتعرف على اسماء وعلى المحتوى اللي بتقدمه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يا صباح الفل عليكم من ام الدنيا، صباح الفل عليكم من بحيره عين الصيره، صباح الفل عليكم من مدينه السلام، صباح الفل عليكم من دهب، صباح الفل من الاقصر. البداية كانت في 2015 تحديدا، اول ما فكرت ان انا انزل اي حاجة على السوشيال ميديا او محتوى خاص بالسفر والسياحة وكل ما يخص مصر بقى من جماليات. وكانت الفكرة ان انا بسافر كتير طبعا، فقلت ليه لا ما اعملش كده على السوشيال، ليه ما اعرفش الناس اللي حواليا اصحابي اصحاب اصحابهم الجمال اللي موجود في مصر. وفعلا عملت كده، وكانت البداية مع فيديو عن مرسى علم، وحقيقي اتفاجئت. الفيديو ده انا صورته يعني كان حاجه 3 دقايق كده، فيديو بسيط جدا بيفرج الناس على جمال مرسى علم، ونزلته على البروفايل الشخصي. ما كانش بقى لسه عندي بيج ولا عندي بلاتفورم كامله على السوشيال، فلقيت انتشار واسع جدا للفيديو انا ما تخيلتوش حقيقه. يعني لقيت في يوم واحد نص مليون مشاهده، ده رقم كبير جدا، سواء اصلا حد مشهور حتى على السوشيال ميديا او حد لاول مره خالص ينزل محتوى او ينزل فيديو. اتخضيت. وكان ساعتها مطلعه كلمه مالديف مصر على مرسى علم، ومن وقتها والناس كلها بقت تقول على مرسى علم مالديف مصر. ناس كتير جدا سألتني بعد البوستات اللي أنا نزلتها عن مالديف مصر مرسى علم، وقد إيه جميلة وقد إيه الصور فعلا تخليك نفسك تيجي. ده بسطني وفرحني واداني بقى يلا اشتغلي، يلا اعملي حاجات أكتر، انزلي ليه في مصر أكتر، وري الناس جمال كل مكان في مصر. والبداية كانت مشجعة، البداية خلتني انطلق أكتر، خلتني أعمل كل البلاتفورم الواسعة بتاعتي الحمد لله، ولقيت فيها نسب كبيره جدا من المشاهدات، من المتابعات، من اللايكات والشير والحاجات الجميله اللي تفرح اي حد بيعمل اي محتوى على السوشيال ميديا. فكرت ازاي في ان انا اتناول المحتوى السياحي، ان انا ابين كل جمال كل شبر في مصر، مش بس الاماكن الشاطئيه او الاماكن بحر احمر بحر متوسط وكل الجمال اللي موجود فيهم، لا كل مكان في مصر.
وبينت كل حاجة بتحصل في مصر متطور كل سنة عن سنة. النهاردة وبعد سنة كاملة من الفيديو القديم جاي أصور لكم إيه اللي حصل في مدينة العالمين الجديدة بعد سنة. في سنة أنا بعمل حاجات جديدة وأفكار جديدة ومحتوى بحاول إن أنا أطور فيه، والحمد لله يا رب. أنا دلوقتي في 1,200,000 متابع على الفيسبوك، في 500,000 على الإنستجرام، في 250,000 على التيك توك، في على اليوتيوب ألفات المشتركين. فالحمد لله راضية بنجاحي ومبسوطة بيه، وكل مرة بطور من نفسي أكتر عشان أنجح أكتر وأكتر. الفترة الجاية إن شاء الله بأمل إن أنا أعمل حاجة أكبر وشكل متطور أكتر في شكل الفيديو بتاعي أو شكل المحتوى بتاعي، سواء على كل البلاتفورمز بتاعتي. وشايفت إن أنا بعمل حاجة حلوة لبلدي، إحساس بوطنيتي أكتر، إن أنا بقدر أفيد المجتمع وأفيد وطني وأفيد نفسي وأفيد كل اللي حواليا بمحتوى يليق بمصر وبكل جزء جميل فيها. شكراً لك. عجبني ختام الكلام اللي ختمت فيه أسماء وهي بتحكي أنا نفسي أورجي كل جزء بمصر ويكون كل فيديو يليق فيها. قديش هاي المسؤولية الاجتماعية اللي ممكن تكون عند شبابنا اليوم وينتجوا محتوى يعني يكون هدف لهي الدرجة. أسماء اختارت إنه يكون محتواها سياسي، عارف عن بلدها، يعرف عن الأماكن السياحية، وعلى فكرة هذا له علاقة كتير بإنه يكبر دول ويرفع دول عبر السوشيال ميديا ويخليها مزار سياحي كمان. كيف تشوف التأثير من خلال منصات زي منصة أسماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ طيب، السوشيال ميديا أو مواقع الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي أتاحت الفرصة للحرية التعبير عن الرأي، وزي ما اتفقنا في الأول إن هي سلاح ذو حدين، ففي منها يستخدم الشاشة دي في إن هو يبث شر مخفي حول كلام هو بيقوله أو حول البوستس أو منشورات هو بيحطها، وفي حد تاني عايز يقدم محتوى هادف ممكن يفيد ناس كتير. في ناس كتير قوي اتعلمت من على مواقع التواصل الاجتماعي او من على السوشيال ميديا دورات تدريبيه كانت بتصعب عليها ان هي تاخدها في اماكن بمبالغ طايله جدا او مشاوير عشان هي مش فاضيه، فكان بتتابع المحتوى دوت من خلال ان هي بتاخد دوره تدريبيه او كورس معين في حاجه معينه. في ناس تانية كانت بتهتم بالاخبار الصحيحه او بتهتم بالمنشورات السليمه في ان هي تقدم محتوى لنفسها وتاخد ده كمرجع، فبتدور على الاماكن اللي بتقدم المحتوى المعقول او المحتوى اللي ليه فائده، ومن خلال هذا المحتوى تبدا تكون عليها فكره او رؤيه جديده هي تنقلها من ناحيه ثانيه. نحن رح نتحدث بهذا الموضوع بشكل مفصل بعد الفاصل. والكورونا قديش اثرت على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد. وزادت من استخدام هذه المواقع، وايضا ما ننسى انه ايضا التسوق الالكتروني كان له حصه الاسد زي ما بيحكوا بكورونا. فاصل صغير كثير وراجعين لنكمل بيت للكل، خليكم معنا. اهلا وسهلا فيكم من جديد ببيت للكل. كنا قبل الفاصل نتحدث مع الدكتور حمزه بموضوع مواقع التواصل الاجتماعي وقديش كورونا اثرت على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. بفتره من الفترات بلشناها بالفيسبوك، سناب شات، انستغرام، في ناس كان الانستغرام عندهم قبل السناب شات، اختلفت، وبكورونا زاد موضوع استخدام التيك توك. مواقع طلعت، مواقع تغير مستخدمينها، وايضا التسوق الالكتروني كان له الحصه الكبيره خلال الفتره الماضيه. تحدثنا عن الكورونا وقديش زادت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. اكيد الكورونا كانت بالنسبه للعالم كله هي كانت معضله وكانت منحه، بس في ناس قدرت تخرج من جوه المنحه دي، من جوه للاسف المحنه دي، منحه في ان هي تستغل ظروف الكورونا وجلوس الناس كلها في البيت وعدم نزولها في الشوارع فيما يعود عليها بالفائده. صحيح. وزي ما احنا شفنا معظم القطاعات الحساسه في الدوله بدات تتحول رقميا، زي التعليم، التعليم بدا يكون عن بعد، التعلم، وفي فرق ما بين التعليم والتعلم اللي هو التعلم اللي هو التدريب او ان انا اروح لمحتوى معين عشان اتعلمه، بقى موجود عن بعد. الشركات التجاريه التي لم تتاثر من خلال جائحه كورونا، بالعكس دي ارباحها زادت جدا لان هي اشتغلت على التسويق الالكتروني وقدرت تستغل الاعداد المهوله في العالم اللي بقت قاعده فترات طويله اطول من الاول على الانترنت وعلى الموبايل في ان هي تسوق لمنتجاتها بشكل احترافي،
تعمل اتراكتيف او تجذب الناس دي للمنتجات بتاعتها، وكانت ليها حصه الاسد زي ما حضرتك قلت بالظبط في ان هي تبيع اكتر او تحقق ارباح اكتر. هل في رقم معين نقدر نقول انه بقى فيه فعلا هذا الرقم موجود بالنسبة للمستخدمي الوطن العربي للمحتوى ايا كان بقى على السوشيال ميديا بشكل عام؟ انا جبت لحضراتكم النهاردة احصائية، في احصائية للجهاز القومي للاتصالات. عارف ليه بنسأل حضرتك السؤال ده؟ لانه الارقام ليها مدلولات. اكيد طبعا مدلول الرقم يعني معناها انا هنا هعرف منه سعة السوق قد ايه. اكيد. وفي نفس الوقت اقدر اقول انا مطمن ولا قلقان. اكيد طبعا. وعلى حسب برضو استخدام العدد المهول اللي دخل ده بيعمل ايه. عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم زي ما تفضل استاذنا وقال ان وصلت 3.5 مليار، هي 3.8 بالظبط مليار حسب موقع بيرلو في 2021، يعني تقريبا نصف العالم بيستخدم تكنولوجيا المعلومات. هل العدد ده قبل الكورونا كان ماشي بنفس المعدل ولا قفز قفزة كبيرة؟ لا، الكورونا كانت سبب في انه يقفز قفزة كبيرة للأعداد دي. عدد مستخدمي الفيسبوك بس حول العالم حوالي 2.3 مليار مستخدم. الانستجرام زي ما حضرتك فضلتي وقلتي سنة 2017 قبل الأزمة اللي كانت موجودة كان حوالي 150 مليون بس اللي بيستخدموه. في 2020 دلوقتي وصل لمليار، فمن 150 مليون لمليار فده رقم كبير جدا او قفزه كبيره جدا. دي عملتها فكره ان ايه التيك توك بقى والانستجرام، وان انا اصور نفسي واعرضها على الارقام دي للعالم مش دي للعالم. 54% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بيبحثوا عن المنتجات زي ما ذكرنا في فتره الميديا، فده على من الريت بتاع المواقع اللي بتعرض عندها منتجات او سلع. اكتر احصائيات كانت موجودة في الفترة الأخرانية في الجهاز القومي للاتصالات في مصر هي عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وصل ل 2 مليون مستخدم، نحو 52 زيارة في الساعة. يعني أنا بعمل 52 مليون شخص 2 مليون شخص كل ساعة 52 مليون زيارة في الساعة. 52 مليون زيارة في الساعة في كل 60 دقيقة. مشاهدة المحتوى الترفيهي زي المسلسلات وزي الأغاني وزي المحتويات الترفيهية في مصر وصلت حوالي 90,000 ساعة. 90,000 ساعة. المشاهدات وصلت لمليون و400,000 في 60 دقيقة اللي هو في الساعة الواحدة. فيديوهات البث المباشر اللي احنا بنشوف دلوقتي ان اي حد بيطلع يصور نفسه ويعرض محتوى وصلت لحوالي 35 ساعة في الساعة. يعني الساعة واحدة بيتم من خلالها بث مباشر لمستخدمي هذه المواقع حوالي 35 ساعة من أكتر من 2000 شخص في الساعة الواحدة. التيك توك والمواقع اللي بتظهر الدنيا حوالي 300 في مصر بس 300,000 مستخدم بينشر أكتر من 2113 ساعة في الساعة الواحدة. لكن اليوم لما احنا بنحكي عن هذا الموضوع كمان أنا لما بمنع ابني أنا بخلق أمي. صحيح. وبنفس الوقت ممكن نحكي عن أشياء متعددة في الدول العربية. لا أنا في الدول العربية الشباب الصغيرين أو الأطفال عندهم تطلعات أو في استخدام التكنولوجيا. أنا ممكن أستغل ده في إيه؟ أجي أقول له نفس الأليات ونفس الأدوات اللي أنت بتستخدمها في إن أنت تضيع وقتك وتلعب، في برامج تانية تقدر تصنع بيها اللعبة اللي أنت بتلعبها دي، وابدا اجيب له الالعاب دي والبرامج دي، ودي برامج مجانيه يعني مش هتكلف الاسره حاجه ان هي تجيبها الاطفال ان هي تتعلم من خلالها ازاي تصنع اللعبه. فرحه الولد الصغير او الطفل الصغير وهو بيصنع اللعبه دي ان هو مبتكر هتبقى اكبر. صح. لما يحس ان اخوه بيلعبها. صح. انا حاسس ان انا عملت حاجه كبيره. هتبقى اكبر تاني لما يحس ان اصحاب اخوه بيلعبوها. لو نشرها على المنصات اللي بتتيح للاخرين ان هم يحملوا اللعبه دي يلعبوها، لا هو يحس ان هو بقى مبتكر. الطفل ده لما يكبر ويبقى شاب اكتر حاجه يدور عليه ان هو يكون مبرمج. صح. ودي الوظائف اللي جايه. يعني هذا زي ما بيحكوا السوق القادم للشباب. وبنعرف قديش هناك العديد من الالعاب للاسف عم بتبث فكر الارهاب والتطرف. مزبوط. والعديد من الرسائل اللي نحن بغنى عنها لشبابنا العربي. أكيد. كما تحدثنا بالبدايه رح تكون حلقتنا نتحدث بشكل مفصل عن مواقع التواصل الاجتماعي والمحتوى العربي. خلينا نشوف مع حضرتك اذا بتسمح لنا ايضا تقرير لمؤثرين موجودين ولكن هالمره من فلسطين العزيزه. خلينا نشوف هالتقرير ونعود. تفضل. بات العالم قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا،
التي أصبحت امتداداً لحواسنا لتنتقل السوشيال ميديا من الهواية إلى الاحتراف ومن التسلية إلى الإنجاز. بلشت أنا بشغلي وحسيت أنه شغلي بحاجة لأنه يكون في عندي سوشيال ميديا، والناس بلشت أحسها أنه البنات صار يهمهم موضوع أنه قبل ما تيجي عندي تفتح مثلاً على الإنستغرام، تفتح على اليوتيوب، تحب تشوف تجيب لي صور. فحسيت أنه هون لازم يكون أنا لا، بدل ما هي تيجي وتجيب لي صور من برا، لا ليش ما يكونش أنه أنا عندي صفحة خاصة فيي وأبلش أنه أنا أصور فيها وتيجي العروس عندي وتورجيني من شغلنا إحنا. هاي بالبداية، بعدين اتطور الموضوع صار كبير وصار سوشيال ميديا وصار زي ما بيحكوا تأثير على الناس، وهون صار في إشي تاني كمان. أنا دراستي ساعدتني أنه أنا خدمة اجتماعية ونفسية، بلشت أنه أنا أكون خلينا نقول خارج الصندوق شوي، غير أنه أنا ميك اب أرتست، بلشت أحس أنه أنا لازم أحط الضوء على قضايا موجودة في المجتمع الناس تنتبه لها أكتر. صرت أحس أنه الناس أنا قريبة منهم، صاروا يتقبلوني، صار في محبة، يمكن لأنه أنا بطلع بطبيعتي على الكاميرا بحاكي كل الأجيال. بانا أصبحت أحد رواد السوشيال ميديا في فلسطين والوطن العربي، ينتظرها الناس من كافة فئات المجتمع بشغف لتكون القدوة المجتمعية، باعثة للأمل، مشجعة على الإنجاز. خلينا أقول من الناس الأوائل اللي طلعت على الكاميرا وصرت أطلع أقول صباح الخير، اليوم بدنا نعمل كذا، اليوم بدي أطبخ هيك، اليوم بدي أخذ أولادي هيك. الناس أولها أنه شو هي عم بتحط حياتها الشخصية عنا، مع أنه أنا نوعا ما حياتي الشخصية مش كاملة، بس خلينا نقول بشاركهم في معظم أموري اليومية. مسؤوليتها بحكم محبة الناس تعدت أضواء الشهرة ومكاسب المهنة لتكون سفيرة رقمية لفلسطين والوطن العربي، لتضع لمساتها الجمالية على ما يحمله فضاؤنا من قضايا يراها العالم. تأثير السوشيال ميديا كتير مهم، وخلينا أقول يعني سلاح ذو حدين. أنت عارف أنا ما بدي أحكي عن الجانب السلبي نوعا ما، بس هو سلاح ذو حدين. من الناحية العملية جدا مهم للناس، بوصلهم لأماكن، يعني أنت عم بتشوف ناس مشاريع صغيرة وبتضرب معاهم من خلال فيديو صغير بنزلوه وما شاء الله بصيروا. ما بدنا السوشيال ميديا تاخدنا لمكان إحنا ما بدنا إياه، ما بدنا السوشيال ميديا تاخد أجيالنا وأطفالنا لمكان إحنا ما بدنا إياه. إذا أنت عم بتعد حالك مؤثر اجتماعي وعم تطلع على الكاميرا، ياريت دايماً دايماً تكون عارف إنها مسؤولية كتير كبيرة. في ناس بتتابعنا من جميع أنحاء العالم مرات، وإحنا منطلع حلو إنه إحنا نبين بلدنا بأحلى صورة. يعني نحن بنشوف مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت بشكل عام إلها سلبياتها وإحنا عارفينها، ولكن أصبحت منصة للتعبير عن مكنونات الأشخاص أو للتعبير عن كل شخص وشخصية موجودة عند هذا الشخص. نحن بنشوف كمان وسيلة للأشخاص ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة ايضا للتعبير عن نفسهم، حتى يعطوا نصائح في بعض الاحيان، يعطوا جزء من حياتهم للاشخاص الموجودين على السوشيال ميديا. حدثنا عن هذا الموضوع، قديش مهم وقديش بالفعل كان لهم دور كثير كبير خلال الفتره الماضيه. ذوي الهمم او ذوي الاعاقه هي مشكلتهم كلها كانت في الحركه، ان هو مش قادر يتحرك عشان يعمل حاجه معينه، ولكن مع وجود التكنولوجيا اللي سهلت عليه كثير ان هو يقدر يظهر في الوقت اللي هو عايز يظهر فيه ويقدم المحتوى، يقدم الموهبة اللي عنده أو يقدم الرأي اللي هو عايز يقوله من خلال شاشة الموبايل أو من خلال شاشة الكمبيوتر، ده سهل عليهم كتير ورفع كتير من معنوياتهم، وبين لنا قد إيه هم قادرين على فعل أشياء يمكن حد يكون سليم هو معاق إنه يعمل الأشياء اللي عملها ذوي الهمم دي. فدي كانت فايدة ليهم كبيرة. طيب الدكتور، أكيد عندنا أرقام بنتعرف تخص السوشيال ميديا بالوطن العربي، وأريد أعرج وياك بعد هذا الفاصل على موضوع الابتزاز الإلكتروني في مجالات متعددة، وهذا جزء مهم من جرائم أمن المعلومات. لكن مشاهدينا نذهب إلى فاصل ونرجع إلى هذا الحديث المهم. مشاهدينا أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة الاستثنائية والمهمة جدا من بيت للكل، وإحنا نتحدث
عن السوشيال ميديا وخطورة هذا الموضوع، وفي حوارنا مع ضيفنا الدكتور محمد حمزة المحاضر في جرائم أمن المعلومات. الدكتور محمد، قبل الفاصل تحدثت أو أشرت إلى موضوع الابتزاز الإلكتروني. طبعا يمكن المشاهد يصور للوهلة الأولى أن الابتزاز يتعلق فقط بقضايا التحرش وابتزاز النساء، لا، هذا الموضوع أكبر من هذا، يتعلق بكل المكاسب غير المشروعة. هذا الموضوع ضخم وأخذ أكثر من حجمه الطبيعي. هل الخلل يكمن في التشريعات؟ هل الخلل يكمن في البيئة المحتضنة لرواد أو مستثمري السوشيال ميديا باتجاه غير سوي أم ماذا؟ والله هو الموضوع كله بيكمن في المستخدم نفسه. أنا بستخدم التكنولوجيا إزاي؟ مين أنا أسمح لنفسي إن أنا أكلمه أو إن أنا أرسل له أشياء متاح إن أنا أرسلها له أو لا؟ ومين أنا مرسلوش؟ إيه المحتوى اللي أنا نزله على صفحتي وإيه اللي أنا ما نزلوش؟ إيه المسموح لي إن أنا أعمله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإيه اللي مفروض ما أعملوش؟ فكرة الابتزاز بتيجي منين؟ هو الابتزاز يعني إيه؟ الابتزاز يعني تهديد، إن أنا أحصل على شيء يخص حضرتك، المفروض إن الشيء ده ما يخرجش عن إطار السر ما بينك وما بين أسرتك مثلاً أو بيتك أو عملك، وأبدأ أهددك بإن أنا هفضحك بنشر هذا المحتوى على مواقع تانية. تعرف وإحنا بنتكلم النهاردة كده بيهمني إنه يعني أنا عايزة أطمن كده إنه اللي بيسمعونا أكيد هما فوق العشرين، لأنه السن الأصغر ده يعني مش هيلتفت قوي، لكن الأهالي هيلتفتوا جدا. أهم حاجة أنا بقى كمواطن عربي وأنا بسمع برنامج زي ده، الدراما اشتغلت على حاجات كتير ونبهت الناس وعملت مسلسلات كتير، أعتقد كان في الأردن في رمضان حاجة كانت كده، وفي العراق وفي مصر وفي يعني فلسطين الناس بتتكلم في الدراما بشكل عام. لكن أنا اللي يهمني النهاردة دولنا، يعني أنا كدولة إزاي أقدر أحمي المواطن، لأنه بقى التواصل الاجتماعي ده يعني على قد ما هو مفيد على قد ما هو ممكن يضر، ويضر أمن قومي كمان للبلد. فإزاي أقدر أنا كدولة وكحكومات أعمل نوع من أنواع التشريعات اللي تحمي المواطن العربي؟ طيب بالنسبة للتشريعات، أنا دايماً بقول في محاضراتي أن التكنولوجيا تسبق القوانين. يعني أنا لو جيت عملت تشريع النهاردة وعملت قانون النهاردة بيجرم شيء معين في وسيلة معينة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، بكرة هتحصل آلية جديدة وتطوير جديد للآليات دي يعمل جريمة أكبر منها يخليني أحط له تشريع جديد. فيجب هنا على المشرعين وعلى القانونيين أن يكون هناك تطور تشريعي دائم ويلاحق التكنولوجيا، حتى لو بتسبقه لازم يلاحقه، لأن إحنا زمان كان الموبايل هو عبارة عن شوية زراير صغيرة كده، هو وشاشة سودة أنا ما بشوفش منها غير إن أنا بتصل وبقفل. شوية اتطور وبقى فيه ألوان، شوية بقت فيه كاميرا، شوية بقت تاتش، شوية بقت منصة أقدر أتوصل للناس منها. فالخطورة هنا بتكمن في الآلة اللي في إيدي دي. طيب التشريعات لازم برضو تتطور مع شكل الجرائم، لان الجرائم اختلفت. لو الجريمه في الاول ان انا يبقى في سب وقصف مثلا على الشات، انه التشريعات تبقى بصه لعشر سنين قدام مثلا، اكيد يعني في نظره مستقبليه بعد، لان هيبقى في فيما بعد ما يسمى بالذكاء الاصطناعي او اللي هو موجود دلوقتي، الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء، والجرائم هتبدا تتطور. يعني ممكن جريمه تتم دون تدخل بشري، طب هنا التشريعات دورها هيكون ايه؟ احنا دلوقتي في الدول العربية عندنا الحمد لله يعني مجموعة من التشريعات اللي بتجرم او اللي بيكمن في داخلها سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. واحنا شفنا الفترة الاخرانية في اكتر من دولة عربية اللي بيبدأ يستخدم السوشيال ميديا بشكل خاطئ في ان هو يصيب حد بأذى او يعمل جريمة بيتعاقب عليها، مع إشكالية إن السوشيال ميديا أو الجرائم بتاعت السوشيال ميديا أو جرائم الإنترنت عامة بدأت تبقى فيها مشكلة في القانون واجب التطبيق، لأن الجريمة ممكن تتم ما بين إنسان في بلد والمجني عليه يكون في بلد تانية خالص. طب هنا القانون واجب التطبيق هيكون قانون أنهي في بلد فيهم؟ لأن هي جريمة عابرة للحدود وعابرة للقارات، فهنا لازم يكون في دور للتعاون الدولي المشترك في مثل هذه الجرائم. وإحنا عندنا في قانون للدول العربية موحد بينظم العملية التشريعية في التعاون الدولي في تسليم المجرمين. لما حد يكون عندك تعمل معاملة بالمثل، ارتكب جريمة من عندك لحد عندي ومن عندي لحد عندك، طب المقيمين عندك في البلد انت ازاي تحميهم بالقوانين والتشريعات بتاعتك؟ فده دور مهم جدا من القانونيين والتشريعات. أكيد هي من النقاط المهمة اللي تم تداولها عبر السوشيال ميديا ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومن الدكاترة اللي أجروا بحوث على وسائل التواصل الاجتماعي والمحتوى، إنه أكدوا إنه
مشكلتنا أن التطور كان فائضاً وسبق تطور الأخلاق للإنسانية. لكن قبل ما نكمل هذا الموضوع وهاي الإشكاليات وهاي الخلافات، خلونا نروح لهذا التقرير الإيجابي والمليء بالأمل لشيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومؤثرة وتحولت إلى التلفزيون الأردني وقدمت أيضاً كشف من خلاله. تمام الحمد لله. مطبخ يوم جديد على التلفزيون الأردني. بحب أعمل البتشيلة، بحب أعمل منسف، بحب أعمل مثلاً الخبز العصاج. الكشري وعملناها أحلى طبخة على الشاشة وحرة. الدولمة العراقية وخصوصاً من أهل الموصل المسخن. اسمحوا لي أعرفكم عن نفسي اليوم، معاكم الشيف علا نيروخ، مقدمة برنامج طبخ في التلفزيون الأردني. بلشت بموضوع السوشيال ميديا من خلال ميولي وهوايتي بموضوع الطبخ، بالرغم من تخصصي الأكاديمي بمجال الصحافة والإعلام. كانت هوايتي بموضوع الطبخ هي النقطة الأولى اللي بلشت منها على الفيسبوك. بلشت أعمل طبخات بسيطة، طبخات قديمة، طبخات جديدة وأنشرها للمتابعين، لحتى بلشت أنعرف بكل صفحات وبيجات الطبخ وكل ما يتعلق بالطبخ. فبلش هذا معي المشوار، يعني تقريبا خلينا نحكي 14 سنة لغاية يومنا هذا. صاروا يطلبوا مني دائما وصفات، نصائح، محلات، منتجات، وحتى كمان شوي صاروا يهتموا بالجانب الشخصي لإلي تحديدا. بعد الفيسبوك صار في إيفنتات، صار في مناسبات بيجتمعوا فيها السيدات، فصرت أنا أنعزم كضيف شرف. شوي صار في مسابقات أطلع فيها تحكيم، فبلش الموضوع يكبر مع السوشيال ميديا ثقة المجتمع. هلأ إذا إحنا بدنا نحكي عن موضوع السوشيال ميديا، هو مش فقط مجرد تواصل مع الجمهور بقدر قديش هاي الشخصية عندها محتوى يشد الجمهور، قديش هاي الشخصية تقدر إنها تأثر بالناس، تقدر إنها تقنعهم، وكمان تقدر إنها تحصل على ثقتهم. فالشخص المؤثر عادة ما يكون نوعا ما شخص قيادي، لازم يكون شخص قيادي عنده حكمة وذكاء. أهم شيء بالسوشيال ميديا نعرف شو الطريق اللي بخليني أنا أثر على الناس بطريقة إيجابية، شو الطريق اللي بخليني أثبت هاي القاعدة الجماهيرية وأكبرها، لأنه هاي القاعدة لما بتكبر بتقودك لأمور كتير مهمة وإيجابية إلك ولعائلتك، لأبنائك، لمجتمعك. الثقة ما بتيجي إلا من خلال أنه الشخص المؤثر يكون نوعا ما ملتزم بمعايير المجتمع. أهم شيء حتى أنا أكبر هاي الجماهيرية ألتزم بالمحتوى، أطلع دائما للناحية الإيجابية. أنا وكمان ثلاثة حكينا معلومة لا مجموعة من الناس، إحنا الثلاثة رح نقدمها بثلاث طرق مختلفة، فعلي أنا كشخص مؤثر أن أقولها بثلاث كلمات فقط بس أنا أصيب الهدف، ممكن غيري يحكي جملة وما يصيب الهدف. فلازم إحنا نكون شخصية مؤثرة، شخصية إيجابية، كمان عندك ثقة وقدرة على سرد المعلومات. مش كل شخصية مؤثرة ممكن تكون إيجابية، الجماهير مش موضوع سهل بقدر ما هو موضوع ذكي نوعا ما. طبعاً هذا النموذج الجميل والإيجابي المتواجد من حولنا، وأيضاً نحكي أنه في أغلب الأشخاص هم يعني من الممكن أن تكون النماذج اللي تحولت لنجاح هي نماذج إيجابية. لكن على الصعيد الآخر اليوم ظهر عنا فكرة جنون العظمة عبر السوشيال ميديا والترند، يعني الأشخاص يتسابقوا حتى لو في الموضوع السلبي، حتى لو كان في فضيحة، في زي ما حكيت ابتزاز، أو حتى في أخبار مشينة لأنفسهم، لكن بيشوفوا إنه هي تصنع ترند أو تصنع الحدث أو بتخليهم يرضوا هذا الغرور وجنون العظمة. ما الحل اليوم لهذا الموضوع؟ هي فكرة الترند، الترند هنا مقاييسه مختلفة. مش معنى ان حاجه تكون ترند يعني الحاجه دي حاجه مهمه او حاجه جيده، لا، ممكن تكون حاجه تافهه وغير هادفه وتعمل ترند. ده بيختلف على حسب بقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دوله لدوله تانية. ثقافه هنا عند الشعب ده هو بيحب يميز ايه او بيحب يشوف ايه او بيحب يتفرج على ايه، وبناء عليه يقاس المعيار بتاع الترند. لو ده حد بيحب حاجه علميه او حاجه ثقافيه او حاجه
هادفة أو حاجة مهمة جدا، فالترند هنا هيكون هي الحاجات الايه العلمية والثقافية. لو حد هنا دماغهم فاضية بقى وعايزين المحتوى مش الترفيهي، لان في فرق ما بين المحتوى الترفيهي والمحتوى التافه وغير الهادف. ممكن يكون محتوى ترفيهي ولكن من جواه بتكون في حاجة هادفة، او بتكون في معلومة عايزة توصل، او في حاجة مفيدة عايزة توصل. بمناسبة فكرة الارباح، نحن عم نشوف الناس عم بتتاجر بالمحتوى من اجل المال. اكيد. يعني انا بتاجر بمحتواي، ممكن انا اغير معتقد او فكرة بس من اجل هدف المال. قديش هذا كمان الاشي بيأثر على نوعية المحتوى؟ وللأسف في بعض الأشخاص أخذهم لمكان تاني وتغيروا على السوشيال ميديا وفقدوا متابعينهم. فكرة الأرباح هنا بتعود لإيه؟ أنا بقدم محتوى معين، صحيح، أو فيديو معين، الفيديو ده بيوصل لعدد مشاهدات قد إيه؟ لما بيوصل لأكبر عدد مشاهدات ممكن، بتبدأ الشركات التجارية اللي بتقدم السلعة أو الإعلانات عن السلعة المنتجات بتاعتها تبدأ تخش على الفيديو ده تعرض الإعلانات، لأن هو عليه عدد مشاهدات كبير. فكل ما يخش عدد مشاهدات أكتر أو عدد مستخدمين أكتر بتشوف المحتوى ده، هتشوف الإعلان ده. الإعلان ده بيترجم إلى أموال تعود على مين؟ تدفع من الشركات صاحبة السلعة للي بيقدم الإعلان أو اللي بيقدم الخدمة اللي فيها المحتوى. نعم. وبالتالي بتزيد فكرة معدلات الأرباح أو معدلات المكاسب من المشاهدات أو من خلال المحتوى. صح. طيب دكتور، بالإضافة إلى الرغبة في الشهرة والرغبة بالحصول على الأرباح اللي تحدثت عنها ياسمين وكاثي، موضوع السوشيال ميديا تأثيراتها اللي أدى إلى تفكك أسري، تفكك اجتماعي بسبب الإدمان، والفئات العمرية لم تعد مقتصرة على الأطفال والمراهقين، الإدمان يصل إلى مستويات عمرية كبيرة أيضا بسبب التطور الكبير في هذا العالم. يعني هذا الموضوع، هل تعتقد أنه هو موضوع طبيعي، نتيجة طبيعية لعالم جاذب ومهم مثل السوشيال ميديا، أم هناك خطوات يجب أن تتبع؟ طيب، هو هل الناس اللي ابتكرت أو اخترعت مواقع التواصل الاجتماعي دي وهي بتعملها ما استعانتش بخبراء نفسيين عشان يقدروا يسيطروا على الوقت بتاع حضرتك طول الوقت على السوشيال ميديا؟ يعني إذا كنت تشعر بالملل فاذهب لليوتيوب، إذا كنت تشعر بالوحدة اذهب إلى الفيسبوك، إذا كنت تشعر بالنرجسية وحب الظهور ارجع بقى للتيك توك والإنستجرام وهكذا. فعملت نوع من التشتيت الجزء المستمر، عملت لك أبليكيشنز كتير، فأي وقت أنت هتحس فيه أن أنت عايز تعمل حاجة فهتلاقي تطبيق بيعمل لك الحاجة دي فهتروح له، فقدرت تسيطر على الوقت بتاعك. ده من الجانب العملي. من الجانب العضوي بقى ومن الجانب النفسي، في يعني احنا ربنا خلق عندنا الجبهة الفص الأمامي الجبهي في المخ، وفي يقابله الجزء المسؤول عن المتعة. فالجزء المسؤول عن المتعة ده كل ما انت بتشوف حاجة بتعجبك أو حاجة بتبسطك بيفرز هرمون الدوبامين في جسمك، فكل ما الدوبامين بيزيد في جسمك وانت بتتصفح حاجة معينة هتلاقي السكرول شغال أكتر عشان تشوف الأكثر. مشكلة ان النجاح ارتبط باللايك كمان اللايك بقى أو اللاف أو الكلام ده كله، ده يكمن في حاجة اسمها فومو أو متلازمة الفومو، اللي هي fear of missing out أو الخوف من فوات الشيء. أنا خايف يفوتني حاجة على الإنترنت أو خايف تفوتني حاجة، حتى لو أو في نوع من الهوس. وهو فومو ده أدرجة ضمن الأمراض النفسية اللي موجودة في الإدمان التكنولوجي. يعني صحيا كده، المعدل الطبيعي لاستخدامك للإنترنت أو السوشيال ميديا خلال الأسبوع، المعدل الطبيعي هو قد إيه؟ هو 8 ساعات إذا تخطيت أسبوعي 8 ساعات. أنت باليوم بتقعد على 16 ساعة. إذا زاد عن كده يبقى فومو. لو زاد عن 35 ساعة، لو المعدل زاد عن 35 ساعة في الأسبوع، فأنت كده تعتبر مدمن إلكتروني. فتخيل إن إحنا بنستخدم 35 ساعة. إحنا بنستخدم 35 ساعة في الساعة ولا في اليوم زي ما قلنا. طب هل حياتنا على الإنترنت صفة؟ يعني بيكون هناك علاج نفسي للأشخاص اللي عندهم هذا الاضطراب؟ العلاج يجب أن يبدأ من المستخدم نفسه. أوكي. أولاً أنا لما أدخل على السوشيال ميديا لازم يكون عندي حاجتين. أحدد إيه الهدف اللي أنا داخل علشانه. أنا داخل أعمل إيه بالضبط؟ هل أنا داخل أشوف محتوى ترفيهي وأخرج؟ هل أنا داخل أتعلم حاجة معينة وأمشي؟ هل أنا داخل أكلم واحد صاحبي وأروح؟ هل أنا راح أقرأ الأخبار وخلاص على كده؟ أو أنا حب الظهور أو حب أول على هذا الموقع. يبقى أول نقطة عندي لازم أحدد الهدف اللي أنا داخل على هذه المواقع من أجله. تاني حاجة تحديد الوقت اللي أنا هدخله، ولازم أعمل لنفسي هنا إيه بقى ستوب ووتش
انا هخش، المفروض ان انا اخش لو انا عندي معدل ساعتين مثلا في اليوم، فانا هقسم الساعتين بتوعي دولت ربع ساعه ربع ساعه ربع، يبقى 8 مرات في اليوم مثلا. صح. مش هعديهم، لكن مش ان انا ادخل بدون هدف وبدون تحديد وقت معين وافضل انساق. طب انا طول ما انا قاعد قدام الشاشه وطول ما انا بعمل سكرول هلاقي حاجات تعجبني اكتر وهستمر في الوقت اكتر. أكيد. لكن لو انا حددت الهدف والوقت هقدر اسيطر على نفسي. صح. في الادمان اكيد. هو الحقيقه الموضوع اصله ما هوش موضوع صغير، هو أكيد موضوع طبعًا. كبير. السوشيال ميديا بقت عايشه جوه البيوت. اكيد يعني طبعا سيطره تامه وعايشه جوه ايدينا. يعني هي موجوده جوه ايدينا في الموبايل 24 ساعه. دكتور محمد بشكرك شكرا جزيلا على كم المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها، وبقول لكل يعني بقول انه دي مش هتكون اخر مره نتكلم فيها. أكيد لانه في نقاط كثيره جدا جدا جدا. راي الناس في البيوت بتعمل ايه، السن الاصغر اللي هو ما بيسمعناش دلوقتي تين ايجر دول بيعملوا ايه، كمان السوشيال ميديا نفسها عامله حمايه لنفسها وعامله قواعد لنفسها وبتحذر اللي هي عايزاه. صحيح. فاعتقد احنا كدول كمان محتاجين نعمل اكتر من كده بكتير عشان نحمي وطننا العربي. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا. إذا المشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج بيت للكل، كانت بالنسبة لنا حلقة مهمة، استفدنا كثيرا من الضيف للحديث عن موضوع كالسوشيال ميديا، وبالتأكيد هذا الموضوع يتكرر كما قالت شافكي يحتاج إلى أكثر من حلقة. شكرا لكم وإلى اللقاء.